السلام عليكم. النهاردة معانا كتاب السر The Secret، مؤلفة الكتابة روندا بايرن، بتقدم في كتاب السر العظيم وراء هذه الحياة الذي سيحقق المعجزات للإنسان. فكرة الكتاب إن كل ما يحدث في حياتك سواء خير أو شر أنت من يجذبه، أنت من يجذبه بما يسمى قانون الجذب. وأبسط طريقة لفهم قانون الجذب هي أن تتخيل نفسك مغناطيس يجذب الأشياء والأحداث والصور من حوله. فعلى سبيل المثال، أحياناً تجد نفسك تفكر في فكرة سلبية تكرهها، وكلما فكرت فيها أكثر زاد غضبك أكثر، وتحولت الأمور من حولك إلى الأسوأ، حتى أسوأ مما كنت تتوقع في بداية تفكيرك. كل هذا بدأ بفكرة في ذهنك، وبدأت الفكرة تجذب نحوها الأفكار السلبية لا شعورياً، حتى أصبح لديك الكثير من الأفكار التي لا تحبها، وجعلتك ترى الأمور أكثر سوءاً. قانون الجذب أيضاً بيهتم بالحدث نفسه، بغض النظر إذا كنت تريده أم لا. كمثال للتوضيح، لو قلت لنفسك أنا لا أريد أن أتأخر عن موعد عملي، قانون الجذب هيفهمه أنا أريد أن أتأخر، لأن الحدث هنا هو التأخر عن العمل. وقانون الجذب لا يهتم لكلمة أريد أو لا أريد، فهو يهتم بالحدث فقط. والصحيح أن تقول أريد الوصول مبكرا للعمل. إذن قانون الجذب هو انعكاس لأفكارك، وبذلك فإذا قمت بتغيير أفكارك بإمكانك تغيير الظروف من حولك، وتستطيع تغيير حياتك بأكملها. وتقول الكاتبة، اذكر دائما أن الأفكار تتحول إلى حقائق. والآن علينا أن نعرف كيف نتحكم في قانون الجذب حتى لا يؤثر على حياتنا بصورة سلبية، ونستطيع تحقيق نجاحات في حياتنا. والطريقة الوحيدة للسيطرة على قانون الجذب هي السيطرة على الأفكار، ولأن ذلك ليس سهلاً فممكن نستعين بمشاعرنا في السيطرة على الأفكار. كل ما حاولت جعل مشاعرك تسير في الاتجاه الإيجابي المليء بالتفاؤل، كل ما أفكارك هتتأثر بالمشاعر دي، وبالتالي أفكارك هتكون إيجابية. بالتأكيد أغلبنا مر بفترة كان فيها سلسلة من الأحداث السيئة في حياته بشكل متتالي. هذا التسلسل بدأ بفكرة في ذهنك سواء كنت مدرك لها أم لا، وهذه الفكرة جذبت أفكار مماثلة لها في التردد، وبواسطة قانون الجذب تحولت الأفكار إلى أحداث، وأنت تستطيع تغيير سلسلة الأحداث السلبية إلى سلسلة أحداث إيجابية بنفس الطريقة. وفي طريقة تطبيقية لتغيير ما تفكر فيه لحظياً، احضر ورقة وقلم ثم رتب الأشياء التي تحسن مزاجك وتجعلك تشعر شعور جيد إيجابي. ربما تكون ذكرى تحبها، أشخاص يسعدك الاجتماع معهم. اكتب كل الأشياء التي تجلب لك السعادة ورتبهم على حسب الأهم، ثم ركز عليهم حتى ترحل تماما الفكرة السلبية والمشاعر السلبية بداخلك، وبذلك ستغير تردد مشاعرك إلى تردد إيجابي يجذب لك الأفكار الإيجابية، وبالتالي الأحداث الإيجابية في حياتك. وذكرت الكاتبة أيضا طريقة لاستخدام السر تسمى الإجراء الإبداعي أو العملية الإبداعية، وهذا الإجراء يتكون من 3 خطوات. الخطوة الأولى الطلب أو السؤال، فإذا أردت شيئا بشدة فعليك أولا بإصدار أمر إلى الكون، ويجب أن يكون الأمر واضح تماماً، فعدم وضوحه قد يتسبب في عدم تحقيقه. وثق تماماً بتقديم طلبك لك في المستقبل. الخطوة الثانية الإيمان. عليك الإيمان بحصولك على طلبك، وتصرف كأنك تملك ما أردت، ولا تقلق ولا تفكر في المعوقات التي قد تمنعك عن تحقيق طلبك، وستجد أن الكون يهيئ لك الظروف المحيطة بك لتصل إلى طلبك مهما كانت صعوبته.
الخطوة الثالثة والأخيرة الاستقبال، بمعنى البدء في الحصول على ما طلبت. يجب أن تستقبل الشعور بالسعادة الناتج عن امتلاك ما طلبت حتى يجذب إليك قانون الجذب المشاعر والأحداث التي يتطابق ترددها مع تردد طلبك. وحاول التواجد والتصرف بكل ثقة كأنك في طريقك إلى هدفك، فأنت بذلك تضع نفسك على التردد المناسب لحصولك على هدفك. شكرا جدا لاستماعكم ودعمكم لنا، أتمنى الموضوع يكون عجبكم، وشكرا لكل اللي بيعجبوا الفيديو وبيدعمنا بلايك وبيشترك في القناة لو أول مرة يشوفنا.